إخواني أخواتي متابعي قناة البجل العقار، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد اللي نقدم فيه هذه الشقة المتميزة المتواجدة في منطقة ديال أليونس مهدية، في واحد لازون ديال الميزون دي فيلا. كما كتشوفوا هذه الميزون دي فيلا الميزة ديالهم الخاصة وهو اللي كتميز به هذه المنطقة هذه ديال أليونس مهدية هي أنها على شكل فيلا صغيرة مقسمة لشقق وفيها حدائق، كل منزل عنده الحديقة ديالو الخاصة. كما كتشوفوا معنا هذا الوسط ديال الدار، أحسن زغرفة تحجرت. هاد الشقق قريبة من جميع المرافق الضرورية، من محلات تجارية، من حدائق، وكذلك مدارس خاصة ومدارس عمومية. هذه الغرفة الأولى كما كتشوفوا معنا، أحسن زخرفة. هاد المقاول أو المقاولين اللي كاينين في هاد المنطقة ديال أليونس مهدية كيتنافسوا باش يعطونا أحسن منتوج. كما كتشوفوا أحسن زخرفة، ودائما هاد الشقق كتختلف، ودائما كاين الجديد، ودائما كاين التغيير، لأن هاد المشروع ديال أليونس هو الصرح اللي نبتقت منه الرؤية ديال المهدية الجديدة، في واحد المزيج من الإبداع والابتكار باش يوافق مستقبل ديال المعيشة ويوافق التطور ديال مدينة المهدية المتميزة. إذن كما كتشوفوا معنا هاد الشقة كما قلنا قريبة من جميع المرافق الضرورية، من مدارس خاصة وعمومية، ومن وسائل المواصلات. وهذه المنطقة ولت الآن منطقة أهلة بالسكان ومنطقة مروجة. هذا كما كتشوفوا معنا لو سالون، كما كتشوفوا معنا أحسن رونق، أحسن زخرفة في السقف. الميزة اللي كتميز هاد الشقة كذلك هي أنها المساحة ديالها هي مساحة مريحة، 108 متر كاري، وحتى التصميم ديالها هو تصميم جيد. 108 متر كاري كلها مستغلة، بما أن هاد الشقة متواجدة في الطابق الأرضي. هنا غنمشيو لوسط الدار كما كتشوفوا، غادي نشوفوا دابا لا دوزيام شومبر كما كتشوفوا معنا. بالنسبه للمواد اللي مصوب من هاد الشقه هي مواد دو برومي شوا، وحتى لا كاليتي ديال الصباغه احسن صباغه واحسن كارلاج كذلك. والميزه كذلك اللي كتميز هاد الشقه كما غادي تشوفوا معنا من بعد هي ان المساحه ديال الكوزينه هي مساحه تبارك الله مساحه كبيره، ممكن تستغل واحد لابارتي منها باش دار فيها اون طابلا مونجي ولا كلك شوز كوم سا. اذن ما تنساوش انكم تضغطوا على زر الاشتراك باش يوصلكم كل جديد. مازال عندنا منتوجات اخرى غادي نعرضوها لكم في عما قريب، منها بقع ارضيه في هذه المنطقه ديال أليونس مهدية، بقع ارضيه سكنيه ديال سكن تجاري وكذا سكنيه عاديه، وكذلك بقع لفيلات بثمن جد مناسب، وكذلك عندنا منازل حرة في هذه المنطقة بثمن جد مناسب كذلك، منازل حرة بطبقين أو بطبق واحد. إذن ما تبخلوش عندنا في اشتراك باش يوصلكم كل جديد. مرحبا بكم في هذه القناة ديالنا، قناة البهجة العقار اللي هي القناة ديالكم. مرحبا بالآراء ديالكم، ومرحبا كذلك
الطلبات ديالكم الخاصة. قناة البهجة كتشكركم، شكرا لكم وشكرا لتتبعكم هاد الفيديوهات، والسلام عليكم.